اللهم بارك لنا في شامنا. هنا دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا أرض الأنبياء والمرسلين، هنا عبق التاريخ وأصالته، هنا سوريا بلاد الشام. يقول باحث الآثار الفرنسي وعالم المسماريات شارل فيرلو: لكل إنسان وطنان، وطنه الأم وسوريا. هنا الأرض التي أنتجت أولى الأبجديات، وكانت منشأً للحضارات ومركزاً للثقافات. هنا أسس السومريون والآكاديون والعموريون والآراميون حضاراتهم. هنا أوغاريت وإيبلا وآفاميا. من هنا انطلق الكنعانيون والفينيقيون ليجوبوا العالم، ومن هنا مرت الإمبراطورية الرومانية. هنا دمشق عاصمة الخلافة الأموية التي امتدت من حدود الصين لفرنسا. هنا شام شريف، هنا حلب ثالث مدينة في الدولة العثمانية، هنا حمص بن الوليد ورقة الرشيد ومعرة أبي العلاء وبصر الشام. من هنا انطلق السلطان الناصر صلاح الدين ليحرر بيت المقدس. دخلت سوريا في الإسلام بعد فتح دمشق في عهد الخلافة الراشدة عام 635 للميلاد، ثم تتابعت عليها الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، وعلى أرضها تركوا تراثهم الذاخر، وعلى أرضها عاش وتوفي عشرات الصحابة الكرام كخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وبلال بن رباح. هذه الأرض المباركة التي تتجلى فيها الطبيعة بأجمل ما فيها من أراض سهلية وجبلية وساحلية، بالإضافة لمساحات واسعة من البادية، وتجري فيها أنهار الفرات ودجلة وبردا والعاصي. هذه الأرض المعطاءة التي اشتهرت بإنتاج القمح والقطن والزيتون والحمضيات وغيرها، واشتهر أهلها بالصناعة والتجارة، فكانت من أبرز محطات طريق الحرير. تضم سوريا اليوم 14 محافظة، أشهرها محافظة دمشق، العاصمة الحالية التي تفتخر بأنها أقدم عواصم التاريخ وقبلة العلم والعلماء، والتي تضم الكثير من المعالم الحضارية كالجامع الأموي الكبير، منارة العلم والهداية، وضريح صلاح الدين الأيوبي، وقصر العظم، وسوق الحميدية. محافظة حلب مدينة العلم والفن والأدب، وعاصمة الاقتصاد للبلاد، أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، والتي تتزين بقلعتها الأكبر والأقدم بين قلاع العالم، وبالمسجد الأموي الكبير، وبمدارسها كالمدرسة العثمانية والشعبانية والخسروفية التي كان يطلق عليها اسم أزهر حلب، وبخاناتها وحماماتها وأسواقها الأثرية المسقوفة التي يصل طولها 17 كيلومترا، والكثير من المعالم الأخرى. وكذلك محافظة حمص مدينة سيدنا خالد بن الوليد، والتي تضم مدينة تدمر الأثرية، ومحافظة حماة التي تتزين بنواعيرها المشهورة، ومحافظة دير الزور، ومحافظة درعا، ومحافظة إدلب واللاذقية وغيرها. أنجبت سوريا الكثير من الشخصيات المرموقة كالعلماء والأدباء والسياسيين والشعراء، ففيها نشأ ابن النفيس وأبو العلاء المعري وأبو فراس الحمداني وابن العديم والإمام النووي وابن كثير ويوسف العظمة وشكر القوتلي وناظم القدسي وسعد الله الجابري وغيرهم الكثير. وتميزت بتنوعها الديني والعرقي، مما شكل ثراء حضاريا واجتماعيا عبر آلاف السنين. عرفت سوريا التعددية السياسية والحياة البرلمانية والصحافة الحرة باكرا، لكن بعد سيطرة حزب البعث على السلطة تغير كل شيء. تحول ازدهارها إلى خراب، وحضارتها إلى تخلف وتأخر. وعندما وصلتها موجة الربيع العربي عام 2011 وخرج الأهالي للمطالبة بالإصلاح، قابلهم النظام المجرم بالاعتقال والقتل والمجازر والتهجير المستمر حتى الآن، حيث بلغ عدد المهجرين إلى خارج سوريا قرابة 10 ملايين إنسان. ولا زال السوريون
يواجهون الظلم ويتصدون له، حتى تنجلي عن سماء بلادهم غيوم الطغيان وتشرق عليها شمس الحرية التي عرفوها عبر تاريخهم الطويل.